السلام عليكم الاخوه الاعزاء المحترمين، ويلكم دخل الشايره. المهم اليوم مرينا معكم والله بعد فيديو الله يعطيك العز. المهم ليش رانا راه اليوم ما شاء الله رجعنا لكم في واحد الفيديو اللي غادي نشرحوا فيه كيفاش لانسكريبسيون في ديك التورنوا اللي غادي نديرو. قبل ما ندخلوا في التفاصيل غادي نقدموا العشره اللي معنا في هذا الفيديو. هذا الاخ سعد، تفضل. الله يحفظك ليا والتلفقي. المهم معنا البرزخ واش اولا قاوري هاد، ومعنا الاخ بوي. يو جايز. المهم بوي هو تريل جير معنا شراكه في هذا التورنوا، بيكون من الناس اللي من المونتشيمين، وراه عنده حتى واقعنا تتلقاوه في الديسكريبشن اللي بيدخل عنده كيجي شي حاجه زوينه. المهم التورنوا غتكون 3 كونتر 3 وتكون نيفو 1 فهمتي، و لي غاس لي انترجيو مال اوزا والانيتروف والطبل غاس، زعما تكون شي غاس فيها جوج فهمتي. اجيك انترج تسجيل اي واحد بغيت انسخيه مرحبا، واخا يكون ما عمرو كاع لعب دوفيس وبغى يلعب راه يقدر يجي. المهم هو تكونوا ثلاثه كتجي لهاد ستاتشي كومونتير كتير سميت التيم اللي غاتيرو، هذا عطيناكم هنا مثال، وكتير سميت العشرين ديالك ولي غاص بحال مثلا ايوب صادي صرام فهمتي، غتحطها في كومونتير تكونوا نيفو 1. هادشي هضرنا عليه، ما تكونش من ايكيبي من بارشوتيش الى حصلتي. عندنا حنا كيفاش نحصلوكم؟ المهم هذاك الشيء كافي على الاخفاض، غادي تقصى تعطلتي بخمسة دقائق قبل من الماتش حتى هي غادي تقصى سيرفر، ما نقولوش حتى تيكون لايف تقريبا بواحد نص ساعه غادي نقولو السيرفر باش ندخلو كاملين. ورا بوسيبل نديرو شي سيرفر بحال مثلا المونو كونت باش صحاب دوك اللي غيكري لك ثلاثه يقدر يحصل فهمتي. المهم اي حاجه توقعوها دابا حاليا باقي ما عرفناش السيرفر، داكشي باش قلنا احسن تكونوا حاضرين في الضيف كاملين باش تعرفوا باش تسمعونا اش كنقولوا، ويدوز داكشي التنظيم زويون باش ما نحلوش حتى حنايا باش ما تضحكوش باش ما يكونش لي احتكاك. ان هيكك سير او تا او تا البرز خسر مالي انا فين نمشي؟ انت نسيت انت ما داري والو والله العظيم نسيت. سير ابوي الاخ ابوي نسيت هو اللي خويا كيف ما سمعتو السي سعد شنو قال. تورنوا بغينا تكون خاليه من المتاعب، كلنا غادي نكونوا ان شاء الله غنقول لكم السيرفر حتى لاخر لحظه باش ما يكونوا لا متاعب لا والو، حيت غيكونوا تقريبا ان شاء الله بزاف ديال الناس. بغينا داكشي يكون يدوز في سلام وامان. ثلاثه ديال اللعابه يلعبوا ماشي ثلاثه اللي غادي يكونوا ما يكونوش من تيم وحده، من بيرسوناج واحد يكري لنا ثلاثه يكون داكشي فهمتي 100 مليون غديها غتصحق هادشي اللي بغينا حنايا. المهم الجائزه هي 100 مليون ولا 100 ولا فلوس 1000 درهم انت اللي بغيتي، انت اللي بغيتي فوالا اختار انت عندك لو شو باش تختار فوالا اكزاكت. ماشي كل الغش وتكون 100 مليون تستحقها فهمتي، ولاش درنا حنايا هاد لوبورتينيتي ديال هاد التورنوا باش الدراري يرجعوا. حنا بغيناكم درناها ليفل 1، علاش درناها ليفل 1؟ بغيناش نديروها ليفل دي زوميغا ولا هادي، درناها باش كلشي يلعب كلشي يرجع للدوفيس دابا راه السنه فهمتي. غنزيو واش بغينا. المهم من هنا تقريبا غتكون واحد السيمانه ديال الانسكريبسيون فهمتي، ولي ماتش بيكونوا في الويكاند لي لايف، غيكون داكشي بلي لايف فهمتي. ورا اي واحد يقدر يلعب راه ليفل 1 راه غتخلي قسم تجي غتلعب غتمشي فيها. ما فيهاش دوك العقاد اللي لازمين يعني فو 1 ماشي غتيكيب غتشريك الوقت واخا تكون تتقرا شنو هي 5 دقائق تحل تدير ماتش تزيد في حالك ساعه في 12 اصلا تيقولوا لي جايين اللي خدامين في دوك لي بيرسوناج ما كاين يطرش كروشيات. المهم واحد بقى تجي عندك 3 صورت هما اللي تيكونوا في النيفو هما اللي تيكونوا طماج محدود. الماب فين غتلعبوا غتشوفوها في اللايف غنقولوها نهار الماتش غنتجمعوا فيها كاملين، وغيكون داكشي بسميتو بحال بالروبو بالتومون النصف غيكون واحد غنديرو سيت فين غيكونوا لي اكزيكيب. المهم هو دابا غنجمعوا لي الفراقي غنوصل لواحد العدد وغنحبسو
يعني الانسكريبسيون امتى غتبدا خايس كتزرب من دابا من اللي غتشوفوا هذا الفيديو فوالا حتى حتى نحبسوا فهمتي واحد السيمانه وغيكونوا اغلبيه الماتشات يا السبت والحد ولا الجمعه والسبت والحد باش حتى حنا غادي نجمعوا غادي نجمعوا الرابطه المنظمين غادي نجمعوا غادي تكونكم في اللايف مزيان وغادي ندوز لك شي اسئله مو غتكون غيكون لي ضايف فيهم غيكونوا دراري مضحكين مو غتكون شي حاجه زايه واحد القضيه نسينا ما قلناش غنعاودوا نديروها في هذا السطاش هي 15 لتر الا دازت 15 لتر التيم اللي واكل التقيه اللي غتخسر اللي عندها الاش بي اكثر من الاخرى غتربح الا كان تعادل تعادل في الاش بي غنديروا تتعبوا ماتش اخر ولكن هذا الماتش غير فيه غير يكونوا فيه جوج شافت ليكيب مع شافت ليكيب الاخرى مزيان غير لونسيو الديفي غير لونسيو الديفي الا كانت ماب بعيده غيبقاو غاديين 3 بي ام 3 بي ام اللي وصل الاول غيبقى يضرب ديريكت تفهمتي الكروشيات دقه فيها دقه فيك اللي ما طرا خسرات خسروا فهمتي المهم بغات تكون شي حاجه زايه احمق تورنوا تدوز في تاريخ طوفس غتكون هي هادي شي حاجه باقي ما دارهاش شي واحد فهمتي عمر شي واحد ما دار عمر شي واحد ما دارها ومفتوحه ليه الجامع واخا تكون تتلعب لول ولا شي حاجه وسنين ما لعبتي راه جات تقدر تتعاد 100 اما ماشي شي حاجه صعيبه فهمتي المهم هو تكون انتم ثلاثه العشران وبصحتكم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو الاخوان واقيلا ما نسينا والو هادشي اللي كاين وصافي راه هضرنا قلنا لي كونديسيون لانسكريبسيون ان شاء الله غتبدا من هنا المهم ها هو نخلي لكم الديسكورد فهمتي الا كان شي حاجه غتدخلوا واو بوي تا هو شي حاجه واحد بيسولوا مرحبا المهم غنخلي لكم لاشين ديالو شي سؤال ولا شي حاجه ما فهمتوهاش ونشوفكم في التورنوا ان شاء الله المهم كلشي غيكون في الجروب جيو كاملين الدراري كلشي مرحبا بكم مرحبا بكلشي هلوم اخويا هلوم اخويا تاكلوا وتشربوا يا شكون بحالكم فابور تانسكريا فابور تلعب فابور تجي لبيريكا راه بيس والله الا بغيناكم ترجعوا لدوفيس بالله بغيناكم ترجعوا تعمروا السيرفرات راه كاينين انتوما اللي معمرين دوفيس المهم هادشي قلنا كلشي واقيلا ياك صافي قلنا لي كونديسيون كلشي يلا بيس سلام يلا سلام عليكم حيت تجري لنا هذا الفقير فريق فرنسي يقول لي يلا بيس